في أمسية وندوة جديدة في فعاليات ورشة الزيتون الأدبية. أهلا بكل الحضور، أهلا بعز رياض من مواليد القاهرة، عضو اتحاد كتاب مصر وعضو أتيليه القاهرة وجمعية أدباء، ومدرجة بموسوعة 100 شاعر وشاعرة عربية الصادرة بالإسبانية عن مؤسسة أبجد، رئيس اللجنة الثقافية بحزب مصر البلدي وعضو هيئة مكتب الأمانة العامة بحزب مصر البلدي. لها ديوان حياة وطرح الليل والخروج من الأرض وديوان آيل الصمت الذي سوف نتناوله بالنقاش في تلك الأمسية التي أحسبها ستكون جميلة وعامرة. لها أعمال تحت الطبع: محكمة النسوان رواية، متون الحب رواية، ومجموعة قصصية لم تفصح عن اسمها بعد. أرحب بالشاعرة عزة رياض. ديوان آيل الصمت الصادر عن دار الأدهم بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر. أرحب بكل الحضور وأرحب بالطبع بالمناقشين في مقدمتهم أستاذتنا الدكتورة فاطمة السعيدي، وفي انتظار حضور الدكتور شريف الجيار. أهلا بكل الحضور المشاركين. اسمحوا لي أن نبدأ الندوة بكلمة بسيطة من الشاعرة ولها أن تنتقي قصيدة أو اثنتين لتلقيها.